السلام عليكم اولا وصباح الخير عليكم ثانيا. عافاكم، بغيتكم نتناقش معكم واحد الموضوع، يعني بواحد الوقت واحد الوقت وجيز جدا. عندي واحد الصديق ديالي اللي كبرنا اونصومبل في مدينه الرباط، يعني كبرنا اونصومبل، كنا حنا قد في العمر، وكانت عندنا نفس الحياه، يعني كبرنا يعني قرب لبعضياتنا. هذا الشخص هذا اللي دابا اصبح تبارك الله وصلت النبي، يعني خبير في ماده الرياضيات، استاذ جامعي في ماده الرياضيات في هذا مشيته هنايا في في, في 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 اغنى دول الأوروبية. ومنين تناقشت معاه على الموضوع ديال العلم اللي هو القران الكريم، يعني احسن علم واهم علم اللي هو كتاب الله سبحانه وتعالى، لقيت بانه رغم انه عنده تفكير علمي ورغم انه استاذ رياضيات يعني بواحد الشكل يعني متحضر صلاه النبي عليه، غير هو تيقول لك المنطق انا نخدمه في كل شيء الا في الدين. فالدين منين تنهضر معاه في الدين تنقول له راه الله سبحانه وتعالى عطانا واحد العقل باش نميزوا به الايات وباش نفهموا الايات وباش نعبدوا الله بالعقل ديالنا بالعلم ديالنا بدرجه العلم اللي عندنا في العقل ديالنا، وبالعقل ديالنا غنوصلوا لله سبحانه وتعالى والحقيقه ديال الله سبحانه وتعالى، وغنعبدوا الله سبحانه وتعالى عن حق، لان كاين حق وكاين باطل. حنا تنامنوا بان الله سبحانه وتعالى واحد احد لم يلد ولم يولد، وبان الايات ديالو ايات يعني مستحيل. وبما ان الايات ديال الله سبحانه وتعالى هي ايات بينات، يعني ما نحتاجوش لشي حد انه يشرحها لنا، يكفي اننا نفهموها، لان جاء النبي عليه الصلاه والسلام ليبينها لنا وليس ليشرحها لنا. فانا رسولي الكريم محمد عليه الصلاه والسلام بين لي الايات القرانيه، وانا اعطاني ربي عقل اميز به هذه التبيينات اللي هي الايات البينات، واطبقها في الحياه ديالي بدون مشاكل وبدون زيادات وبدون عقد نفسية، لأن الله سبحانه وتعالى خالقنا، وعندما نتمعن في كتاب الله نجد أن كتاب الله ليس فيه تناقض، لأن الحكيم اللي هو الله سبحانه وتعالى مستحيل أنه يخطئ ويصحح كلمته، فهو الذي يقول بعد أستعيذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم ما يبدل القول عندي وما أنا بظلام للعبيد. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعطيني عقل، علاش ما غاديش نخدم المنطق وأنا مثلا أعطاني الله عقل ميزني بالعقل باش نعبده بعقل وباش نعمل صالحة بالعقل ديالي، وفي الآخر غنتحاسب على العقل ديالي. كيفاش هاد السيد هذا اللي تنكن ليه كل احترام، هو أستاذ يعني كبير في مادة الرياضيات، وتيقول لك أنا إلا وصلت لهذا الدين الإسلامي ما تنخدمش المنطق ما تنخدمش العقل، سمعنا وأطعنا. تنقول له آه، يعني سمعنا وأطعنا، راه سمعنا وأطعنا ما في كتاب الله. الرسول عليه الصلاة والسلام نطيعه بالآيات البينات التي أنزلت عليه، نسمعه ونطيعه ونطبق ما قاله لنا بواسطة الآيات البينات المنزلة عليه، ماشي بواسطة يعني نجي انا ربما، لان انا باش انا غادي نامن بالايات، لان الايات انا مؤكده بان سندها الله سبحانه وتعالى، اما انا غادي نامن باشياء اخرى فنقدر انني ناخذ افكار ايجابيه من اشياء اخرى، نساعد الحياه ديالي انها تزيد لقدام الى خديت علم اخر، ثقافة، تصنت الفيلسوف مثلا اللي وصل لواحد درجة العلم يعني خطيرة حيت خدم العقل ديالو، فايتني أنا في درجة الإبداع،
هذا نتبع افكار، لان الله سبحانه وتعالى ميزني بالعقل، جا شي حد عطاني واحد الفكره، راه هذيك الفكره راه تساعدني انها تزيدني القدام وتزيدني في اكثر ميزان الحسنات ديالي باش يوصلني للجنة. فهاد الفكرة هذه اللي هي خارجة عن كتاب الله وخارجة عن آيات الله غتعجبني، غناخدها غنطبقها في حياتي، لأنها غتساعدني باش أنا باش الله غيرضى عليا. أما باش أنا نطيع النبي عليه الصلاة والسلام ونطيع الله سبحانه وتعالى، فإنني غنطيعهم بما جاء به نبي عليه الصلاة والسلام محمد، وعلى والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، بالقرآن الكريم بالآيات البينات. وغادي نخدم عقلي، حيث أنا هذيك الآية البينة اللي في كتاب الله راه 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 العقل ديالي هو اللي غندبرها بالعقل ديالي باش غادي نفهمها باش غنطبقها باش غادي ربي يرضى عليا، وباش غنكون صلت النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآية، لأن صلتي بالنبي عليه الصلاة والسلام هي منين انا، هي منين انا تنكون تنقرا ديك الايه اصلو النبي ديالي محمد عليه الصلاه والسلام بديك الايه اللي جاب ليا. يعني بما ان النبي عليه الصلاه والسلام مات يعني مده طويله هذه، فانا فاش نشوف كتاب الله قدامي راه بحال تنشوف النبي عليه الصلاه والسلام، لانه هو صاحب الرساله، هو اللي جابها ليا، هو اللي جاب لي كلام الله، هو اللي خلاني انني انا نطبق هذا كلام الله. النبي عليه الصلاه والسلام رغم موته فهو حي معي، لان عندما احمل كتاب الله فانني اصل النبي عليه الصلاه والسلام. لذا انا ما فهمتش، يعني انسان عنده منطق، عالم رياضيات دابا تبارك الله مع الخبره، عالم رياضيات، تجي حتى الدين تيقول لك لا ما غنخدمش عقلي ما غنخدمش المنطق. فالعقل عطاه لينا الله سبحانه وتعالى باش نخدموه، ما عطاهش لينا الله سبحانه وتعالى باش نقتلوه وندفنوه ونتبعوا الاموات قالوا لنا شي حاجه وماتوا، او نتبعوا اشياء ليست موجوده في كتاب الله. فانا باش نفهم هذاك القران راه تنفهمه بالتدبر ديالي بالعقل ديالي غنفهم ديك الايه، وغادي نلقى فيها واحد الكلمه راه ديك الكلمه غادي نمشي غنشرحها لراسي، وراه عطاني ربي العقل وميز به الاشياء، راه غنفهم الايه بمجرد البحث عن هذه الكلمه، شرح هذه الكلمه. يعني منين انا غنخدم عقلي راه غنوصل للحقائق في ذوك الايات، راه ايات بينات، راه عرفتي شنو هي كلام الله، آية من آيات كتاب الله اللي هي قرآن، راه منين أنا غادي نفهمها فهم صحيح راه غتصلح لي الحياة ديالي وغتنفعني في الممات ديالي. أما أنا غادي نسمع وغادي نتسنى شي حد غيشرح لي ديك الآية وأنا عندي عقلي، فعقلي راه حطيته في صندوقة وسديت عليه، حيت ما من حقيش أنا نشرح ديك الآية، أنا ديك الآية خاصني اللي يجي يشرحها لي واخا غلط، المهم راه الناس راه محترمينو تيعرفوا بانه هو قال لهم انا راه متبع الدين خاصنا نسمعوا لذاك الشخص. ما يمكنش، راه الله سبحانه وتعالى كون عول علينا نتبعوا الاشخاص باش يشرحوا لينا. هو حتى النبي عليه الصلاه والسلام ما عطاش الله الحق يشرح لي انا كتاب الله، عطاه الله الحق يبينوا لي جانب ايات بينات، بين لي الايات وعطاني ربي عقلي، عطاني هذاك الكتاب الله اللي حفظه لي، قال لي انا حافظه الى يوم الدين، والنبي عليه الصلاه والسلام بما انه توفاه الله ورحمه الله عليه واسكنه هذا، يعني بلا ما نحتاجوا ندعوا على النبي عليه الصلاه والسلام، هذاك خير البشر، هذاك اللهم اجعلنا من هذا من الناس الذين هذا المقربين اليه في الجنه. في الصراحه عقلي عطاه لي ربي، علاش؟ حيت غيحاسبني عليه غدا يوم القيامه، انا منين غادي نموت الله سبحانه وتعالى غادي 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 يحاسبني على العقل ديالي وعلى القران ديالي اللي جابيه النبي عليه الصلاه والسلام باش انا يهديني باش نفوز بالجنه عبر هذاك الطريق المستقيم، اللي الطريق المستقيم اللي هذاك حاله خاصه، هذيك مشكله اخرى. الطريق المستقيم راه هي القران الكريم، علاش حنا غادي نبقاو متبعين خزعبيلات؟ الطريق المستقيم هو واحد سميتو تيدوسكي البوراق، هادشي واش قالوا الله في القران؟ الطريق المستقيم هو الصراط المستقيم،
هو طريق الهدى، تنتبع كتاب الله توصل يوصلني بذاك الصراط المستقيم اللي هو ذاك الهدى، يوصلني الى الجنه، الى اكثر ميزان الحسنات ديالي باش ندخل الجنه. هذا هو الشرح الله سبحانه وتعالى بسط لنا الايات وحنا